لا غير صحيح. هل القرين له قدرة الإسقاط والشك؟ نعم، القرين يؤذي إيذاء ماديا وإيذاء معنويا. القرين يوسوس، ولذلك نقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ويؤذي أيضا ماديا، يضرب يؤذي، ممكن يقع منه هذا الشيء. بالنسبة للقول أن القرين لا يؤذي إلا فيما يختص به، هو الوسوسة يعني الأمر بالذنوب والمعاصي، لا يؤذي في غيرها. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يقطع علي صلاتي عن الشيطان، قال فأمسكته. لا، أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس بالضرورة تخصيص، الله أعلم، بس القصد أنه يؤذي لأنه يتشكل.